دلوقتي بقى يا شباب انا في عالم دومتو لايف، عالم دومتو لايف بتاع ام كامل وسمسمه. دلوقتي يا شباب انا عرفت ان في شيست مليان دروع اسطوريه، حرفيا اقوى دروع في ماينكرافت موجوده في سيرفر دومتو لايف وبس. فلكن النهارده بقى ان شاء الله هنشوف الدروع دي مستخبيه فين. هو في شيست مليان كل حاجه، فين انا لسه مش عارف. بدايه تعمل لايك، شير في القناه، تفعل الجرس، نوصل لنا 5000 مشترك في اقرب وقت، ويا ريت نوصل المقطع ده ل 5000 لايك. اكون مشكور جدا جدا ليكم. سيف وقع، لا اهم حاجه السيف ده عشان في زومبي كتير في السيرفر هنا، والسيرفر متامن بطريقه اسطوريه حرفيا. فانا عايز اركب الطياره بتاعتي ويلا بينا نخش على السيرفر نفسه، على البيوت اللي هم كانوا ساكنين فيها. وانا اتمنى حرفيا ان انا الاقي يا شباب كل حاجه في سيرفر دومتي لايف. اتمنى قصدي ان انا الاقي شيست بيت مكمل على طول، يعني حرفيا هيكون حاجه اسطوريه. ما تعبتش خالص في المقطع، كنت دخلت بيت ام كامل لقيت الحاجه اللي انا عايزها. بيت ام كامل، بص اللي انا فاكره ان كان اللهم صل على النبي بيت فتحي وستورم كانوا جنب بعض، وبيت ام كامل في وشه. اوه افتكرت. طب بصوا انتوا طبعا عارفين سلسله دومتي لايف من زمان. بصوا اللي في اليمين ده بيت اي كيو فتحي، واللي في الشمال ده بيت ستورم، ده على ما اتوقع يعني، او اللي في وش بعض. وزابلو زاب كان ساكن في وش بيت ام كامل، انا كنت بتفرج على السلسله بتاعتهم وبحبها كمان. ليتس جو. هنا بقى دي كان التلفزيون بتاعهم، تلفزيون 43 بوصه ما شاء الله، يعني حاجه محترمه. الصور بتاعتهم. طب والله يا جدعان السيرفر ده عظم. ده كل ده شكل ديكور. فين بقى؟ انا عايزين الشيست بعد اذنك، ما تخبيش مني الشيست. انا النهارده مش هخرج من هنا غير لما اشوف بس الشيست ده فيه دروع ايه، وهسيبه مكانه تاني، مش هسرق. عايز اعرف بس الشيست ده فيه ايه. ده بيت ام. اوه يا ترى اي واحد في دول؟ ده فاضي. اتوقع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اوف انا اتخيلت ان هو هتلاقي هنا، انا قلت اتوقع بنسبه كبيره ان هيكون كل حاجه بيت ام كامل، ما توقعتش ان هو مش هيكون في بيت ام كامل. انا معايا بيك اكس ومعايا كمان سيف ان انا احارب الزومبي. البيك اكس اقدر ان انا استخدمها عشان لو مثلا ايه لقيت اثار للشيست ده، فانا ممكن احفر في الارض عشان ما اقعدش اتعب نفسي بقى من بلوكات وان انا كريتيف وكده، فلازم ان انا ايه ابدا كل حاجه صح. طب استنى انا دخلت بيت ستورم، تتوقع يا شباب ان هو يكون عنده حاجه زي كده في بيت ستورم نفسه مش في بيت ام كامل؟ بسم الله. الاوضه دي الاوضه السحريه، اتوقع ان فيها هم كانوا بيخطفوا العيال في الاوضه دي ويعذبوهم ولا ايه يا جدعان؟ لا انا لازم اعرف هم مخبين الشيست ده فين؟ هتلاقيك يعني ده الباب. انا عشان بس ما تقولش بالسيرفر بتاعهم ده، لان السيرفر بتاعهم ده عظمه. في باب تتوقع ان هو ممكن يكون في الجنينه؟ انا اتوقع ان هو ممكن يكون في البلوكات دي، لان البلوكات دي ما اعتقدش انها هتكون، يعني البلوكات الموجوده كلها جراس، دول اللي درت بس، فانا توقعت انها ممكن تكون تحتهم. اسف. ده الزرع الموجود في السيرفر بالظبط كده. ناخد الزرع بس عشان لو دم ناقص ولا حاجه اقدر ان انا اكل، لان مفيش اكل في السيرفر هنا زي ما انتم عارفين. سامحوني بقى يا جدعان، سامحوني ان انا اخدت شويه اكل من بتاعكم. بطاطا يعني حاجه عظمه. هنا معانا ليفت. طب والله يا جدعان يعني السيرفر ده حاجه اسطوريه. ايوه خد شويه جزر، كل شويه جزر، احلى جزر في الدنيا. طب اتوقع ان هم حطوه هنا، شايفين الشباب في ده في ولعه موجوده هنا، اتوقع ان هم كانوا هنا في مكان قريب، يعني وقت قريب كانوا هنا. ده الدش بتاعهم بايظ، محتاج حد سباك يجي يصلحه. يبقى نشوف لكم سباك انا يجي يصلح لكم الحاجات دي في السيرفر. تتوقع فين؟ اوه ممكن يكون في الدور الثاني. او ماي جاد، انا ممكن اخش هنا؟ مفيش حاجه هنا. يا ترى هتكون الحاجه دي فين؟ استغفر الله العظيم. انزل يا عم الحاج انت كمان، انزل. حاسب كده. ما انا هتلاقي الشيست، يعني هتلاقي الشيست. تتوقع يا شباب الشيست ده في ايه؟ انا اتوقع هيكون في لوت اسطوري اقوى من اللوت حرفيا بتاع اللاكي بلوك. يعني لوت اللاكي بلوك بيكون حرفيا لوت اسطوري، اللي هو اللاكي بلوك 100%. اتوقع ممكن يكون مخبي حاجه زي كده هنا، ما اعتقدش. طب تعالوا نطلع في البيت كده نشوف. مش معايا بلوكات، لا ما اعتقدش ان هو هيخبي حاجه زي كده في البيت. اتوقعه في الشجره دي، بس ايه اللي هيخلي كامل يحط حاجه زي كده في شجره؟ ما اعتقدش، لا يمكن يعمل كده في شجره، لان في شجر كتير في السيرفر اصلا. تعالوا نروح كده نشوف، او نشوف ممكن يكون في البيت الصغنطط ده. واو حرفيا يبقى دماغ يعني مش دماغ بني ادمين، حرفيا دماغ مش شغاله مش بتنام. معلش بس انا لازم نكسر بس نعرف في ايه هنا. مش عايزنا نكسر. طب ليه؟ او ماي جاد مفيش حاجه. لا طب هنا اتوقع ان هتلاقي هنا. او ماي جاد مفيش حاجه هنا. وات؟ طب ايه، ما هو ما اعتقدش ان هو يحط حاجه زي كده في حمام السباحه. ممكن يكون في المدرسه او في الشركه بتاعتهم. ايه ده؟ ده في بطن كتير على الترابيزه.
ديكور والله يا جدعان الديكور بتاعهم ده اسطوري. شباب لو عايزين تحملوا عالم دومتي لايف بالمودات بتاعته بموت زعتر وكده قولوا لي في الكومنتات، وانا المقطع اللي جاي ان شاء الله هحط لكم لينك المودات تحملوها وازاي تحملوا العالم. نعدي من هنا ونشوف حوالين البيت ممكن يكون في اثار. مفيش اثار لاي حد كان بيتحرك حرفين خالص، ما هو متوقعش ان هو يحط حاجه زي كده في الغابه. يا ترى فين يا ترى فين يا ترى فين؟ لا انا حرفيا تعبت والدنيا بتليل وانا مش عارف اعمل ايه، فانا شكلي هخش استريح في اي بيت لحد لما النهار التاني يطلع واشوف بقى فين. انا ممكن اخش انام في بيت ام كامل لان اعتقد ده هيكون امن بيت ممكن ان انا انام فيه. هو ما اعتقدش هيخبوا حاجه زي كده في شجره، يعني مستحيل ان هم يخبوا حاجه زي كده. ايه ده؟ ايه ده؟ انا الاول من الاول والله توقعت ان هم ممكن يكونوا حاطين حاجه زي كده في شجره. يا رب تلاقي، يا رب تلاقي الشيست اللي ناجي عشان يا رب. وانا عايز انزل، عايز انزل. اه ده عاملين ده امان لنفسهم يا ولاد التحنيك. والله يا جدعان دماغهم دي شغاله بطريقه اسطوريه. الشيست الشيست واو، ايه الشيست اللي انا بدور عليه؟ نوت هير بيبي، مش هنا يا حبيبي. بيقول لي يا بيبي، عمره طفل يا جدعان، بيقول لي يا بيبي. ثلاث دايموند هم دول اللي بدور عليهم، مش هم مش هم. فين الشيست؟ اه ده بيحاول ان هو يزاولني بقى، بيلعبني يا جدعان كده، هو بيلعبني كده، هو عارف ان انا بدور على الشيست فراح محطط لي ثلاث دايموند بقى على اساس ان انت مش هتلاقي الشيست يا حبيبي. ماشي ماشي والله، والنعمه ما خارج من السيرفر هنا غير لما هتلاقي الشيست. انا مش عارف اطلع كده ولا ايه. اوه طلعت، عاش. انا بعرف ان انا جيت هنا بس مش معايا بلوكات، مش معايا بلوكات للاسف. كسر اكسر لكم ايه؟ مش فيش حاجه، مش هكسر لكم حاجه هنا. بلوكات اهي، بس انا عارف بس ان انا دخلت المكان هنا بس زي الفل كده. طب انا ممكن اخد الطياره بتاعتي واطلع ابص فوق الشجر، ما اتوقعش ان ممكن ابص فوق البيوت كمان. ايوه لف بقى، لف لف يا عم الحاج، لف بالطياره بتاعتنا بس. فوق البيت فوق البيت، انزل فوق البيت بس 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 بس. اوف 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 بس بس ده الفل كده. انا فوق البيت اهو مفيش حاجه. طب ممكن يكون خباها هنا؟ مفيش حاجه هنا، مفيش حاجه هنا. انا هتجول في البيوت عن اجني بلعب باركور ولا ايه؟ اي اوف يا نهار ابيض، ده لو زومبي طلع دلوقتي هيعمل معايا الجلاش. اه فين فين؟ ممكن في الاتوبيس؟ والله ما توقعتش حاجه زي كده ابدا. دخلني دخل، لا مش في الاتوبيس، مش في الاتوبيس يا ابن اللذينة. لو اتلاقيت الشيست ده عليا النعمة لاخده. انا كسر بلوكتين اخرج من هنا لان حرفيا مش عارف اخرج من غيره. حط كل حاجة زي ما كانت عشان ما تنفخش. دي كانت هنا، دي كانت هنا. ايه ده؟ كريبر في السيرفر. يا انا لو كنت عامل حساب. لا 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 ما تفجروش حاجة، يا نهار خرب بيتك هتبوظ السيرفر يا ابن يا ابن التحنيك. استنى بلوكتين ناقصين من هنا مش مشكلة. شباب ممكن يكون خباها فين؟ في البرج ده؟ ما اعتقدش ان هو هيكون خبا حاجة زي كده في البرج. او ماي جاد، اعمل انا ايه دلوقتي؟ ماشي انا هطلع البرج ده لحد اخره اشوف فيه ايه، يمكن يكون في مخبى حاجة في البرج. يا مسهل هنخش البرج ده ازاي؟ اوه اوف سكيلتون، سكيلتون بيحمي المكان هنا وفي زومبي كتير. اتوقع والله اتوقع ان هو فوق، اتوقع لان الزومبي بيحمي المكان هنا. لازم اكل جزر، دمي ناقص جامد جامد. طب استنى احط البلوكتين دول هنا. او ماي جاد، محتاج محتاج بلوكه كمان، انزل اكسر بلوكه. انا كسر حطيتها بالغلط دي بس كده، بس انا كده دخلت. واو اطلع اشوف في ايه بقى، اطلع اشوف في ايه فوق يا ترى. لا 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 استنى 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 لا لا لا، ده الزومبي في كل مكان هنا، الزومبي في كل مكان خالص. اطلع بسرعه يا عم، ده وقت تقع دلوقتي. يا رب انا بقى لي 10 دقايق او اكتر من 10 دقايق بدور في السيرفر. حرام حرام ان انا ما تلاقيش كل ده، ما تلاقيش الشيست. هيكون مخبيه فين يعني؟ هو اتوقع ان مخبيه هنا ان انا اول مره في السيرفر ام كامل حرفيا، لان دخلت السيرفر كتير اول مره اشوف كميه زومبي بالشكل الاسطوري ده. اكيد هم اللي بيحموا الشيست ده. واو اتلاقيته يا شباب، اتلاقيته. اوه ماي جاد، هي دي الدروع الاسطوريه. لا 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 لا، انا توقعت ان هتلاقي دروع اقوى من كده بكتير، ولكن كميه فلوس اسطوريه. انا هتلاقي، انا هاخد كل حاجه حرفيا، مش هسيب اي حاجه في السيرفر هنا. لا ولكن مش هسرقها ما تقلقوش، انا هحطها له في البيت عنده، مش هسرقها. لا احنا ممكن نحط له دول هنا ونحط الاكل كمان.
بس كده. ممكن نشيل ايه تاني نديهوله وناخد مكانه؟ مفيش حاجة تاني، مش هقدر اشيل ايه. ممكن البس الدروع دي. استنى، البس الدروع، البس الدروع. واو بقيت فول دايموند. انزل بسرعة بقى، انزل بسرعة. لا لا مش عايز اموت، مش عايز اموت. انا انزل بسرعة بس مش عايز اموت. شايفين يا شباب؟ شايفين الزومبي في كل مكان تحت؟ واو الزومبي اختفى بمجرد ان انا اخدت الشيست. انتوا متخيلين؟ لو وقعت مننا هموت على ما اعتقد. انا مش هموت نفسي، لا مش هموت نفسي. بص بس زي الفل كده. هطلع ازاي بقى؟ بيج اكس، بيج اكس. سامعين؟ انا قلت برضه ان هتلاقيهم هنا في كل مكان. اهم اهم ارجع. انتوا الاثنين ده اكيد اللي بيحرس، ده اكيد اللي بيحرس. مش هسرع حاجه، هحطهم له في البيت بتاعه تاني بس بوري الناس ايه اللي موجود في الشيست. يا عم امشي بقى يا ابو شكلك. خد يا ابو شكلك. ايه ده؟ الو شباب، الزومبي هنا لما بقتله بيوقع فلوس. وات يعني لو قتلت 1000 زومبي يا ترى هاخد كام؟ او ماي جاد، اتوقع دي هتكون فكره المقطع اللي جاي، ان انا هقتل 1000 زومبي بسيرفر ام كامل واشوف هاخد كام ماني. ولكن يا شباب ما تنساش تعمل لايك شير في القناه وتفعل الجرس. تعمل الجرس اهم حاجه، وتعمل شير للمقطع ده. عايزين نوصل 5000 مشترك في اقرب وقت، او 5000 لايك. يلا سلام.